يؤسر في قفص مخالفته لفقدانه معايير السلامة منذ 7 سنوات بحسب الأوروبيين. إنه الطائر الأخضر الذي كان منافساً لأقرانه في الأجواء الدولية، أدرج ضمن لائحة الدول المحظورة عن التحليق في السماء الأوروبية من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي بسبب اكتشاف أكثر من 200 خرق بحسب لجنة سلامة الطيران الأوروبية. بدأت القصة عام 2014 لعدم التزام العراق بمعاهدة البلد الثالث التي فرضتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، والتي تعني أن تهبط الخطوط العراقية في بلد أوروبي ثالث للتأكد من معايير السلامة والأمان في الطائرة قبل السماح بهبوطها في مطار البلد المتوجهة إليه. مخالفات عديدة سجلت في أكثر من رحلة عراقية إلى أوروبا، وهذه الأخطاء المكتشفة تضاعفت بشكل كبير لاحقاً، ما أدى إلى حظر العراق من التحليق في أجواء أوروبا منذ عام 2015 وحتى الآن. لم تتضح ملامح الحل رغم محاولات جميع الأطراف العراقية المعنية بهذا الموضوع، فلا تزال المباحثات مع الجانب الأوروبي مستمرة لرفع الحظر عن الطائر الأخضر، لكن العراقيون يتساءلون هل ستصب هذه المبادرات فعلياً بمعالجة مشاكل الناقل الوطني، ما يؤدي إلى الظفر بقرار رفع الحظر